انا جو بريفير نشريهم اورو بصح كل واحد ولا في تاعو كاين اللي يحب يشري عقارات واحد كيكون عنده دراهم مليح يعني يديرهم بالعمله هذه صعبه الاورو ولا يشريهم بصح كاين مشكله في الشريه هذه تاع السكوار اذا طاحوا في يدي دراهم خبيهم ذهب خير من تخبيهم عقار ولا تشريهم طوموبيل باسكو هذه حاجه تطيح قيمتها وتاو ترجع مشاريع. يبدو ان تفاقم ازمه البترول وكثره الاحاديث عن تواصل انهيار الدينار دفعت بالعديد من المواطنين الى المسارعه لتحويل اموالهم ومدخراتهم الى الاورو والدولار، فالدينار لم يعد امنا ومنهم من يتهافت على الذهب بحكم ان المعدن الاصفر دائم لا يزول بزوال العملات، والبعض الاخر يفضل اقتناء العقار والسيارات بعد ان راجت احاديث عن ارتفاع سعرها بدايه من 2015. ومن الجزائريين من بات متخوفا من الازمه الاقتصاديه فاصبح لا يثق حتى في الاورو والدولار ويعتبرها مجرد عملات معرضة للانخفاض وغير معزولة عن الأزمات، في حين يسارع آخرون إلى اكتناز أموالهم في البنك الذي يرون أنه أضمن مكان لحفظ المدخرات. اليورو يطيح والدولار يطيح والدينار يطيح وكل شيء يطيح باسكو علاه كانت فيها بزاف الربا. هاد لي رياكسيون هادو درك خلاص فات الحال، ما راناش درك مع تخبي دراهم في المطرح والتقشير ومن هنايا درك كي حكمتيني راني خارج من البنك، رحت نشوف باش نحط دراهمي في البنكة. حتى اليورو والدولار راهو يهبط وينزل. يأتي ذلك في وقت يتساءل آخرون عن سبب غياب بورصة مفتوحة أمام الجزائريين لحد الساعة، فهذه الأخيرة كانت ستكون أنسب مكان لاقتناء السبائك الذهبية. يفو دابور افوار اون بورس هنايا وين كاين الذهب يتشرى وينباع بصفه رسميه، ما عندناش هذا السوق حنايا. عندنا واحد البورصه هنايا نشوفوها غير بالعين، ما نعرف ما شفتها فتحت، ما قال لك دراهم طلعوا، ما قال لك دراهمنا كيطلعوا وينزلوا، شوفوهم غير الهي نسمعوهم غير هكذا في الاعلام، ما تشوفش كاع دراهمك في البورصه اذا طلعوا ولا نزلوا. في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة يشهد الشارع الجزائري تضارب الآراء والأقاويل حول أزمة النفط والتي بدأت تثير جدلا وقلقا وسط المواطنين، خاصة بعد أن تحدث الوزير الأول عبد الملك سلال عن التقشف وهو المصطلح الذي لم يسمع به الجزائريون منذ سنوات، فالبحبوحة المالية كانت حاضرة بقوة في سعرها بداية من 2015. ومن الجزائريين من بات متخوفا من الأزمة الاقتصادية فأصبح لا يثق حتى في الأورو والدولار ويعتبرها مجرد عملات معرضة للانخفاض وغير معزولة عن الأزمات، في حين يسارع آخرون إلى اكتناز أموالهم في البنك الذي يرون أنه أضمن مكان لحفظ المدخرات. اليورو يطيح والدولار يطيح والدينار يطيح وكل شيء يطيح باسكو علاه كانت فيها بزاف الربا. هاد لي رياكسيون هادو درك خلاص فات الحال، ما راناش درك مع تخبي دراهم في المطرح والتقشير ومن هنايا درك كي حكمتيني راني خارج من البنك، رحت نشوف باش نحط دراهمي في البنكة. حتى اليورو والدولار راهو يهبط وينزل. يأتي ذلك في وقت يتساءل آخرون عن سبب غياب بورصة مفتوحة أمام الجزائريين لحد الساعة، فهذه الأخيرة كانت ستكون أنسب مكان لاقتناء السبائك الذهبية. يفو دابور افوار اون بورس هنايا وين كاين الذهب يتشرى وينباع بصفه رسميه، ما عندناش هذا السوق حنايا. عندنا واحد البورصه هنايا نشوفوها غير بالعين، ما نعرف ما شفتها فتحت، ما قال لك دراهم طلعوا، ما قال لك دراهمنا كيطلعوا وينزلوا، شوفوهم غير الهي نسمعوهم غير هكذا في الاعلام، ما تشوفش كاع دراهمك في البورصه اذا طلعوا ولا نزلوا. في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة يشهد الشارع الجزائري تضارب الآراء والأقاويل حول أزمة النفط والتي بدأت تثير جدلا.